بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن والاه واتبع هداه وبعد. سائل يقول: ما حكم من ترك الحج وهو قادر عليه؟ نقول: وبالله التوفيق. إن للحج شروط وأركان، منها أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيع، والاستطاعة أن يكون عنده قدرة مالية وقدرة بدنية مع الأمن في الطريق. فإذا توفرت كل هذه الشروط للمسلم فإنه يكون قد وجب عليه الحج، وهو حج الفريضة، لقول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والوجوب هنا وجوب على الفور، على ما ذهب إليه المالكية والحنفية، وذهب الشافعية إلى أن الوجوب هنا وجوب على التراخي، لكن من تركه ولم يحج نهائيا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وهو ترك ركن من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله تبارك وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج البيت. فمن ترك حج البيت مع استطاعته فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ويجب عليه أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، ويذهب إلى حج بيت الله تبارك وتعالى. فإذا مات فقد مات عاصيا لله تبارك وتعالى، ويجب على ورثته أن يخرجوا من ماله من يحج عنه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاءته امرأة تسأله وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال لها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال لها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. ولكن هذا الذي يحج عن الغير يشترط له أن يكون قد حج عن نفسه أولا. فهذا الذي ترك الحج هو قادر عليه، يجب عليه أن يتوب ويرجع لله تبارك وتعالى، ويذهب إلى حج بيت الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.